عليكم، تحياتي إليكم، مرحبا بكم في مدينة أصيلة، مدينة الفن والفنون. تحياتي إليكم جميعا. اسم البقالي محمد، فاعل جمعوي ومنضم حركة الشباب الملكي المغربية. أختي العزيزة، جمعية بسمة الأعمال الاجتماعية والتضامنية، وكذلك رئيس منتدى الشباب الملكي عبر العالم. جمعية بسمة الأعمال الاجتماعية والتضامنية، الهدف ديالها هو جمعية خيرية إن شاء الله الرحمن، كتجمع جميع الأجناس جميع الأطياف، أهداف عندها استراتيجية، عندها أهداف معنوية، كتدعم الأرامل، كتدعم الأيتام، الأطفال بدون مأوى، كتدعم كذلك السياحة في المدينة، لأن إن شاء الله الرحمن الرحيم بعد هذا الوباء يكون عندنا أكبر كرنفال هنايا بمختلف الحضارات ومختلف الثقافات إن شاء الله الرحمن الرحيم. في الجائحة هذه قمنا بمبادرات كثيرة، قمنا بمبادرة أولا في الجائحة هذه تقريبا وزعنا 675 قفة، هذه كانت في الصالح ديال الأيتام وأطفال الشوارع والأرامل، الناس اللي ناقصين في الجائحة هذه. وحنا دائما وراء صاحب الجلالة في التعبئة، دائما وراء صاحب الجلالة من أجل التضامن، باش نكونوا يد فعالة في المجتمع هذا، وكمجتمع مدني خرجنا كذلك مع السلطات في تنبيه الناس بهذه الجائحة هذه، وكذلك باش نكونوا واقفين مع السلطات مع الجنود اللي كنشكروهم من درك وأمن وأطباء وأساسين ورجال النظافة اللي كانت مبادرة ديالهم وكانوا سباقين. وحنا دائما قمنا كذلك بالتوعية للمواطنين، وحنا باقي خدامين في هذا الميدان هذا، وإن شاء الله كاينة مبادرات أخرى إن شاء الله. والهدف تأسيس هذه الجمعية هذه هي انترناسيونال إن شاء الله، عندنا مندوبين في العالم كامل إن شاء الله، غتكون عندنا اتفاقيات الحمد لله مع جمعية في الدنمارك، جمعية إن شاء الله في أمريكا، جمعية إن شاء الله إسبانيا وغرناطة، وهذا التوأمة اللي غتخلينا نعملوا إن شاء الله مشاريع كبيرة، والأهداف ديالنا محددة إن شاء الله باش نخدموا كذلك الشباب والأرامل إن شاء الله، باش نتخذوا لهم واحد المشروع صغير. والفكرة جاتنا كذلك من مساعدة الإخوان والأخوات، باش هاد النساء الأرامل اللي ما عندهمش المداخل، إلا ما كي عندهم شي واحد العمل قار ان شاء الله عن السلم، وخا غير مشروع صغير يكون فيه 6 أو 7 أو 8 ديال مثلا الات الخياطه ويشتغلوا، وغيكون معاهم استاذ كيعلمهم داك الشيء، ومن بعد نعطيهم شواهد تقديريه. وهذا الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي كنطمحوا له، وباقي ان شاء الله مشاريع اخرى، لان من الاهداف ديال الجمعيه هي مسائل استثماريه في ان واحد. وكنشكر المحسنين وكنشكر كل السلطات اللي واقفه بالجانب ديالنا. حنا كنعرفوا هذه الجائحة ديال كوفيد 19 أثرت على العالم بأكمله اقتصاديا وماديا ونفسيا، وحنا كان من هذا المنبر هذا كنشكر جلالة الملك اللي كان أول رائد في هذا اللي جاب لنا اللقاح، وإن شاء الله غيكون بالمجان. وهذا اللقاح هذا إن شاء الله الرحمن كنطلب من جميع المغاربة باش يعملوا هذا اللقاح هذا، لأنه هو اللي إن شاء الله غيزول لنا هذه الأزمة وغيرتاحنا نفسانيا. وإن شاء الله الرحمن الرحيم بحال اللي كنقول دائما، حنا وراء صاحب الجلالة كل خطوه كيعملها، لان نحنا ودابا حنا كنخرجوا كنستعدوا باش نخرجوا باش نعطيو توعيه للناس في هذا الميدان هذا بان اللقاح ولا بد من اللقاح، باش نكونوا كامل متضامنين ان شاء الله وخرجوا من هذه الجائحه هذه اللي اثرت علينا نفسانيا. كلمه اخيره، كنشكر كل الناس اللي في هذا الميدان هذا اللي كيشتغلوا بدم وطني بروح وطنيه، كنشكر كذلك الصحافة رجال الصحافة، كنشكر جريدة أخبار الفجر المغربية اللي كتقوم بالمهام ديالها على أكمل نحو، وكنشكر كذلك السلطات من هذا الميدان، لأن وكنشكر رجال الأمن والدرك، وكنشكر كل المؤسسات الوطنية والملكية، وكنشكر كذلك الفاعلين الجمعوي، لأن كنعرفوا بأن العمل الجمعوي عمل تطوعي، عمل إنساني، وكنتمنى باش نكونوا كما قال سيدنا في الخطاب ديالو نكون تعبئة وطنية ونكونوا متضامنين فيما بيناتنا باش نحقوا الأمل وراء صاحب الجلالة. وإن شاء الله كندعو دائما ربي سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء، وإن شاء الله الخير القادم في وطن الأجداد دائما. و هذه المناسبة كنشكر حركة الشباب الملكي اللي كنتمي لها، للهدف ديالها دائما هو الدفاع عن الوطن، وكتوقف دائما في جنب المواطن، وإن شاء الله الرحمن الرحيم نحن إلى الأمام، إلى الأمام سائرون على درب الأجداد قادمون. تحياتي لكل إخواني في الإمارات، في ليبيا، في إسبانيا، في بلجيكا، في كل اللي كيمثلوا هذه جمعية بسمة وداخل الوطن، وتحياتي للناس ديال الحركة ديال الشباب الملكي برئاسة مصطفى زروال، تحياتي لهم من هذا المنبر. هاي كنقدم لك هذا الاسم جمعية بسمة. جمعية بسمة
الأعمال الاجتماعية والتضامنية. أتمنى بهذا النشاط والتقدير اللي كتعملوه زعما إلى جريدة أخبار الفجر المغربية قبلوا علينا، تقديرا لجهودكم المحترمة في هذا الميدان، وإن شاء الله الرحمن الرحيم استمروا فالصوت ديالكم كيوصل الأذن ديال المواطن والمواطنة المغربية إلى الأمام دائما. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.